خلينا نتذكر أول شيء يا مس الـ present perfect، حكينا هو have أو has plus past participle of the tense، صح؟ وحكينا عنا عدة استخدامات وعنا a lot of keywords for the present perfect tense، صح؟ نستذكر الـ keywords. إيش هم الـ keywords اللي عنا اللي شرحناهم في الحصة السابقة يا مس؟ عنا already yet just excellent، عنا إيش كمان عنا؟ عنا ever never، عنا several times many times before since and for. Okay, now we will continue explaining the using of lately many times several times and forming WH. كيف نكون WH question and yes or no question. Okay MS. Now many times recently ولately. Many times عدة مرات، recently مؤخرا، lately كمان مؤخرا. لما بستخدم هاي الكلمات، تستخدم هذه الكلمات السابقة للدلالة على الفعل التام وتأتي غالبا في نهاية الجملة، معناته أنا بستخدمها متى؟ بستخدمها في نهاية إيش؟ الجملة. lately مثلا، lately تأتي في الجملة المنفية والمثبتة والسؤال. lately تأتي في الجملة المنفية والمثبتة والسؤال. عندنا example I haven't seen أحمد lately، وين إجت؟ هي عندنا هون negative sentence وإجت عندنا lately. كمان Have you seen Ahmed lately؟ وعندنا هنا yes or no question. وبقدر بحكي I have seen Ahmed lately. تمام؟ نيجي ل recently. Recently بتأتي في الجملة المثبتة والسؤال. Have you been to Aqaba recently؟ Yes I have. No I haven't. Okay يا مس؟ هون وين استخدمت recently؟ Recently استخدمتها في نهاية ال question. ما بتيجي في الجملة إيش؟ النيجاتيف. تمام؟ كمل. I have gone to Aqaba many times. طلع هون عندي يا مس many times. استخدمت many times at the end of the sentence. وهنا استخدمناها مع إيش؟ positive sentence، جملة مثبتة. تمام؟ Have they been to Aqaba lately؟ وعندنا هنا yes or no question. استخدمت lately في نهاية the question. Yes they have. No they haven't. عندنا تكوين WH question. نمشي على القاعدة الموجودة عندنا. إيش هي؟ WH plus has or have حسب السبجكت، بلس السبجكت والفيرب بضله باست بارتيسيبل، بحافظ على تصريف الثالث للفعل وكمبلمنت تكملة الجملة. نحكي مثلا Where have you been many times؟ I have been to Aqaba many times. تمام؟ Now Omar has studied English lately. هون عنا positive sentence. هو استخدمت بالـ WH question. هو has studied English lately. مين عندي الجواب؟ الجواب عمر، لأني أنا استخدمت في السؤال إيش؟ استخدمت هو. What has Omar done lately? He has studied English lately. نلاحظ في المثال السابق استخدام تصريف الثالث ويبقى تصريف ثالث سواء كان negative yes or no question و WH question. أوكي يا مس؟ مهما غيرت في الجملة طالما عندك have أو has تستخدم الـ past participle of the tense. Now we will go and have a small revision about the past simple tense and find some examples. Okay? The past simple tense. Miss مرت معانا كثير هاي القاعدة بس احنا بدنا نحاول ايش نتذكرها اللي هي الماضي البسيط. تمام؟ نحكي عن مراجعة سريعة إلها اللي هي تتكون من subject, verb, modifier أو تكملة complete complement of the sentence. عندنا positive عندنا negative. Okay? عندنا إذا كان عندنا الفيرب منتظم بدي أحط له ED زي ما إحنا بنعرف. أوكي يا مس؟ لكن إذا كان الفيرب إيش ماله يا مس؟ إذا كان فعل غير منتظم كل فعل له حالته، أنا بدي أستخدم الحالة الموجودة عندي لهذا الفعل. زي هنا عندنا مثلا الواز والوير اللي هما تصريفات البي، صح؟ عندنا مثلا هون work worked، صح؟ study studied، قلبت الواي إلى I. الواز نعرفها. come اللي هي ماضيها ايش؟ came. تمام يا مس؟ مثلا هون I was أو I worked I was at home yesterday. هون عندنا الكيورد ايش هي؟ yesterday، صح؟ هون I worked as a writer at home. هنا at home. اوكي okay. as a writer they we I we they you. هنا في الماضي where اخذوا ايش؟ where students. هون عندنا studied in the university. هون عندنا they we you مثلا he she it sorry was Spanish. هون عندنا طبعا it ما لغير العاقل زي ما احنا عارفين. وعندنا كمان يا مس
came from Spain. مثلا هون عنا he came from Spain. اوكي نكمل. هون اذا كان عنا positive كيف تتحول لنegative؟ I it was زي ما احنا بنعرف was not at home. Work didn't work. هون ال helping verb حكينا بينفوا حالهم. الواز بتصير wasn't والwere were not. لكن لما بدي انفي اذا كان عندي فعل منتظم اخذ ايدي او فعل غير منتظم مثل came شو بدخل على الجملة يا مس؟ بدخل على الجملة didn't. ويعود الفعل ايش يا مس؟ يعود الفعل مجرد. يعود الفعل ايش؟ مجرد. مثلا هون عنا he she it was not. هون he she it came. هي مثلا he came didn't. هنا didn't came from Spain. اوكي مثلا I worked or I didn't work at home. اوكي they we you were not negative. هون عنا study studied تحولت ل studied صح؟ قلبت ال y الى I. هون عنا didn't study. طبعا هذا الشيء واضح مفهوم من زمان واحنا بنحكي فيه. تمام نكمل. كمان عندنا other examples of this. هنا a past simple is a verb from a sentence is a verb from a sentence that tells you any action events moment happened in the past. انه فعل حدث متى؟ في الزمن الماضي. عندك هنا positive negative و question. طبعا هذا مثال I played I didn't play did I play you played he you didn't play you play and so on. بتركز يا مس وبترجع بتقرأ وبتدرس أوراق العمل اللي مرت معك في بداية الفصل. هلأ إحنا بدنا نحكي عن شيء اللي هو talking about the difference between past simple and present perfect. إيش الفرق بين استخدام الباست سيمبل وبين استخدامنا للبريزنت بيرفكت؟ اوكي انتبه عندي في المثال التالي. احنا عندنا ان انجلش يا مس عندنا لاين تايم اللي هو خط الوقت. تمام هذا خط الوقت هي انا معطياك اياهم. هون عندنا هذا الباست اللي هو الباست سيمبل حدث وانتهى في الماضي وفي مسافه بينه. وعندنا بريزنت وعندنا فيوتشر. البريزنت بيرفكت اول شيء بدك تركز. اول شيء نحكي الباست. الباست اللي هو اخذ اي دي الفعل اللي بياخذ اي دي مع الدلالات. ركز معي مع دلالات last to ago yesterday و in the past و in تاريخ ماضي استخدمناهم مع الباست. لكن البريزنت اللي هو الفعل المضارع المستمر اللي احنا المضارع المستمر او المضارع البسيط اللي بنعرفه. طب متى البريزنت بيرفكت؟ البريزنت بيرفكت في هاي المسافه شايفينها هاي هي عشان إله علاقة في الماضي وإله علاقة في الحاضر. عشان هيك استخدمت معه إيش فعل past participle واستخدمت معه have وhas. تمام look at this example. عنا هنا past وهنا عنا now صح؟ هون past انه I read the book انا قرأت الكتاب قرأته في الباست وانتهى. اوكي لكن هون past وانهى قراءة الكتاب شو بنحكي؟ I have read the book. ليش؟ لانه هيو فرجانا الكتاب متى؟ في الوقت الحالي. يعني له علاقة في الوقت الحالي يعني in the past up to present. اوكي عشان هيك انا استخدمت have في السنتنس I have read the book. Okay. هنا I read the book إنه in the past. لكن هون I have read the book in the present perfect tense. ليش؟ لأنه أنا مسكت الكتاب في الوقت الحالي أو انهيته الآن أو أنا أنت شايف الكتاب معي. So this is the present perfect. Now look at this table. The present perfect. We use the present perfect simple for actions that happened in the past. We don't know or we don't say when exactly. I have visited Rome. مثلا ما عندي وقت محدد. تمام؟ With time expressions. مع الدلالات اللي هي مرت معنا. Ever, never, before, so far, just, yet, already, always. طبعا أنا ما شرحت لك إياها. نحن نعيد شرحها. Since, for. We use the past simple for actions that happened at a definite time. In the past يعني في وقت محدد في الماضي. مثلا
I visited Rome last year. حددت لك إنه last year. تمام؟ And with expressions like مع الدلالات اللي هي yesterday, in وتاريخ ماضي, ago, last وكل إشي وراها, last week, last month, last year, last summer and so on. Okay? Now, so these are the differences between the present perfect and the past simple. Past simple يمس عندي وقت أو زمن محدد. زمن محدد keyword بدلني متى, زمن محدد في الماضي. لكن the present perfect عندي إله expressions وبدأ في الزمن الماضي وانتهى الآن أو إله آثار إلى الآن. هون استخدمنا معه the present perfect. That's all for today, Miss. Thank you and thanks for listening.